شعبه الذهب في مصر بتقول ان الاسعار الذهب بتزيد عالميا. وبامانه شديده انا متابع على فكره سعر الذهب العالمي، لا احنا ده في مصر بس اللي بيزيد. يعني احنا امبارح كان 3300 جنيه سعر جرام 21 ذهب، ده بدون مصنعيه حضرتك. المصنعيه النهارده اعتقد ممكن يقفل ال 4000. لا هو بس الاستاذ المبجل الموقر اللي هو اللي قال هذا الموضوع، اللي هو مسؤول في شعبه الذهب والمجوهرات في الغرفه التجاريه المصريه، علق الموضوع على سبب غريب جدا. قال لك متوقع الذهب يزيد عالميا الفتره القادمه. ليه يا عم ولا خير؟ قال لك عشان الضربه الايرانيه الاسرائيليه. ايه يا عم صح النوم، ده كانوا ساعتين في الفجر وخلصوا حضرتك، خلاص خلص الموضوع، خلص انت بس مش واخد بالك. ايه ضربه ايرانيه اسرائيليه ساعتين في النداء، يبقى الذهب هيغلى في العالم كله. انا ما اعرفش، احيانا بينجرف بعض المحسوبين على الدوله عشان يجودوا قوي او يبرروا اي حاجه بطريقه غريبه، تخريجه غريبه. يعني احيانا بيلاقوا لها كده مبررات غريبه جدا. لكن انت عارف الضربه اللي حصلت بين اسرائيل وايران دي، هتغلي الدهب عندنا في مصر. وانا مالي يا لمبي، وانا مالي سعادتك؟ طب الدهب ليه في مصر هيغلى وفي العالم كله هيغلى؟ انما هو عايز يلاقي مبرر. طبعا مش عايز يقول ان عندنا حضرتك القصه كلها قصه برضه دولار. الذهب الصاغه هي سوق الدولار، والدولار عندك النهارده بوصل الدولار ب 50 جنيه، ده في البنوك وبره البنوك في الصاغه على عين التاجر 60 جنيه و 62 جنيه الان. وبالتالي ده الاسباب ان في مصر الذهب غلي. هروبا بقى ان اقول لك اصل الضربه الاسرائيليه الايرانيه والايرانيه الاسرائيليه، يا عم وانتوا اي حاجه بتحصل في الكره الارضيه يعني تجيبوها تنعكس على مصر دايما؟ يعني مصر الدوله الوحيده في العالم من اكثر من 200 دوله بتتاثر في اي عاصفه رياح في القطب الشمالي او القطب الجنوبي،